فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من يتعمد صنع المعروف والإحسان للملهوف وذي الحاجة حتى يدعو الله له، بل يطلب منه أن يدعو له في حوائج الدنيا والآخرة، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء. يقول: ما تصدق عليك ولا عونك إلا تدعو لي. لا، ما يصلح هذا. نعم.